مساء الخير. مساء الخير. في غاية السرور أيها الأخوة ورفاق السلاح الغماط الطيارين أن ألتقي بكم كنخبة من بين القوة الجوية اللي كان لها شرف المساهمة الفعالة في المعركة المقدسة بكل معاني التقديس الروحية والأرضية اللي نقاتل بها دفاعا عن الكرامة والشرف والحق. ومن موقع العدالة المطلقة تعبير عن موقفنا هذا. الناس تجاهلوا حقوقنا وتجاهلوا كرامتنا وتجاهلوا كل معاني الإنسانية في الصلة بين جارين أو بين دولتين. تعلمون كم تحملنا كعراقيين من هذا الجار اللعين ليس عبر السنتين المصرمتين فحسب وإنما عبر تاريخ يمتد عمره 5000 سنة. كانت مساوئهم قبل الإسلام واستمرت إلى ما بعد الإسلام حتى يخيل أن الكثيرين منهم لم يكونوا مسلمين فعلا الإسلام الذي يفهمه العرب ويؤمنون به أو ربما حتى كل الملل غير العربي. عندنا مسلمين أفغان وعندنا مسلمين باكستاني وعندنا مسلمين في سريلانكا شوي وعندنا في الجنوب شرق آسيا وعندنا في أفريقيا بين المسلمين حاولت وتعمدت الإساءة للعرب وإلى العراق بشكل خاص من بين العرب مثل ما حاول هذا الجار الفارسي. حضارة بابل هم دمروها في شمال العراق هم دمروا والآن رايدين يدمرون هذه النهضة الجديدة. 80 سنة وشعبكم يعيش في حياة الانسحاق وفي موقع متدني في عند المقارنة بين موقعها وموقع الأمم الأخرى. 100 سنة من الحرمان وظنك العيش فقدان التوازن في الحياة الاجتماعية والسياسية والفكرية والاقتصادية. عندما بدأ شعبكم ينهض وعندما تهيأت إلى الظروف لأن ينهض بدأت المعاكسة الفارسية وبدايتها كانت في عام 69. هذه المرة قد ما تكون النهضة في بدايتها
والآخرين في موقع آخر. أمر طبيعي أن تكون الصراع غير متكافئ، وبخاصة عندما يكون العراق يقاتل على جبهتين، الشمال وتعقيدات اللي كانوا جزء منه، ومجموع الضحايا اللي راحت بالشمال تصل إلى 100,000 من شهيد وجريح. كل هذه الضحايا ثلاث أرباعها مسؤوليتها في أعناق. خسر شعبنا من خيرة أبناء في هذا الجبل، وكانت فلوس الشاه وأسلحته المستندة إلى الخبراء الأمريكان والصهاينة هي اللي تذبح أخوتنا وأبنائنا. وقلنا راح الشاه ربما اللي يجون بعدي تكون العلاقة بيننا وبينهم طبيعي، وخاصة وأن اللي جوا بعده استضافيناهم 14 سنة على أرض العراق، شربوا من مي الفرات ومي دجلة، نفسوا هواء، وسبع سنوات وإحنا نمدهم بالسلاح والأموال والإعلام والدعم السياسي. وربما كانت بذرتهم الأساسية بسبب هذا الدعم. العراقي لو تسجي مية من النهر وهو عطشان ما ينسى. انتوا عايشين تولد العراق تعرفون طبع العراقي، حتى مرات يرتب حقوق للآخرين عليه لا يستحقونه أو أكثر مما يستحقون، منطلق من الوفاء اللي لا إلى حدود، وفاء بلا حدود ومقابلة الموقف الخير بموقف أفضل منه، ولكن مع الأسف وكأنهم عملوا الثورة لكي يبدأوا بالعراق كذلك. بعد أن مرت فترة هدنة بين عام 75 إلى عام أواخر 78، وكنا نقول وأنا في مقدمة من يقولون يهدئون الإخوان في القيادة أنه ربما ذولا نظام جديد وحديث، وبعد ما يعرف السياسة الدولية، بعد ما يدرك معاني وقيم الجيرة، بعد إلى آخره. أعطيناهم مهلة بعد أن سمعنا أشكال الشتائم والتدخل في شؤوننا الداخلية والاستمرار في الاحتفاظ بالاغتصاب اللي خلف الشاه واللي كان هو قد أقر في اتفاقية عام 75 أن الاغتصاب ينبغي أن يعود إلى أهله. احتفظوا بهذا الاغتصاب واعتبروه مكسب. أول حالة تعرض بالإعلام لهم كان بعد مضي أكثر من 4 أشهر على موقفهم سيء ضد حقوقكم ضد شعبكم ضد أمنكم. ثم تعرفون وأنتم جزء من هذا الشعب ما زلت تتذكر الصور الأطفال اللي ضربوا بالقنابل في بغداد النساء، فبدأ التحول في تفكيرنا، بدا
لأن ما نعتبرهم جار يستحق الحقوق، أي حقوق من حقوق الجير. ولكن مع ذلك كنا نتمنى وما زلنا نتمنى حال ما كان بالإمكان أن تكون، هو لو تجنبنا شر هؤلاء. إما إحنا ما بحاجة إلى أن نختبر في شجاعتنا، العراقيين معروفين في شجاعتهم، والناس اللي يقودون هذا البلد ما بحاجة إلى أن يختبرون لكي يقول عنهم الشعب هل هم شجعان أو لا. مرت بهم ظروف معروفة لدى كل العراقيين. كنا رايدين نبني بلدنا ونتجنب المشاكل، لكن عمر الإنسان ما عاش على الماديات في الحياة. وهكذا لم يسجل التاريخ أي تاجر بأنه كان يملك أكثر من الآخرين، ولم يسجل أي إقطاعي بأنه كان يملك أرض أكثر من الآخرين، ولم يقل التاريخ أن فلان كان يملك معملا أكبر المعامل. دائما التاريخ يسجل للناس اللي يدافعون عن كرامة أمتهم وشعبهم وحقوق شعبهم وسيادتهم وحقهم بالحياة. هكذا هي القوانين السماوية، وهكذا هي قوانين الطبيعة في الأرض وفي الحياة. سجل دائما الناس اللي يذودون عن القيم عندما تتعرض إلى المهانة من الآخر. بعد ذلك ما عاد بالإمكان. ثم وصلنا إلى قناعة مطلقة أن هذا الشر ما بالإمكان أن نرده، فماكو غير إجابة. كان واضح أنه ما كان بالإمكان أن نرده بعد ما بدأوا يقصفون المدن الأهلة بالسكر. ظلوا قبلها شهرين مستمر يتعرضون إلى مخافر من الحدودية، الرد على مخافر من الحدودية، وهكذا. لما شافونا عندنا صبر كافي قالوا يبدو ذولا مو كافي عليهم بالحدود، لو ساكتين عن ضربة خانقين ومندلي في مندلي النفط خانة وزرباتي لكان ضرب البصر. وساكتين عن البصرة اللي كان ضرب بغداد، وفعلا كادحيون تضرب. تصريحات بن صدر الآن ما هي إلا تغطية بعد أن عرفوا أن احنا عرفنا أنه كانوا يعدون العدة لضربنا، ثم بادرناه ضرب. اللي يقول بي احنا كنا نعرف أن العراقيين يدوا يشنون هجوم علينا قبل كم أسبوع، 16 كان مثل منظمة التحرير اللي تحدث منهم وقلنا لهم لا ما عندنا شيء، احنا خلى حقوقنا يرجعون اياها وكفى الله من شر القتال. واحنا ما يدزون مثل الفلسطينيين يغلقون الاجواء ويسوون التعبئة العامة، وقبلها اللي ينقلون طياراتهم من المطارات الأمامية بعضها، وبعضها ينقلوهم من الطيارات الخلفية إلى المطارات الأمامية، الطيارات الضربة الأولى، ويطلعون كل طيارات الموصلات مالتهم قبل 22 بأكثر من 15 كان واضح. مرارة حزيران ما زالت في نفوسنا، ما زالت كل نكسات العرب في نفوسنا، كأنه مطلوب عالميا أن العرب ما يتنفس من هواء طلق.
لأن العراق بالذات من قوى عديدة تريد ما يأخذ دور مكانته، لأن العراق إذا ما أخذ مكانته الطبيعية لابد أن ينعكس هذا على الأمة بصورة إيجابية بشكل أو بآخر. ندافع عن حقوق العراقيين وشرفهم وكرامتهم وسيادتهم، هكذا كانت الضربة الأولى اللي توجهتها في 2020. بغض النظر عن نتائجها لكانت هذه بالحسابات المعنوية هي الصورة الصحيحة. قلنا احنا اللي نموت من الان بعد 10 سنوات، من بعد 10 سنوات بعد 20 سنة، امامنا ملايين من الناس غادروا، لكن الناس اللي يصنعون في مرحلة من التاريخ مجد خاص هم دول اللي التاريخ يظلون احياء وانا اخرين. يعني العراق من صار لها الساعة راحوا ملايين الناس، ما ندري، لا نحفظ اسمهم ولا نعرفهم، لكن يذكرون مراحل معينة من العراق، فلان مرحلة، فلان مرحلة، فلان مرحلة، خالد بن الوليد عبارة عن قائد فيلر، لماذا يذكر بعد 1400 سنة؟ لم يكن هو الخليفة، لم يكن الشخص الأول، ولم يكن بموقع الوزير، ولم يكن بموقع الاستشار للخليفة، وإنما كان قائد فيلق. وتذكر أسماء، طوابير الأسماء، ذكرون جول جمال أظن عام 56. أكيد كل الجيل ماله الآن 200، ما حد يذكرهم، ما حد يذكرهم، لكن يجون جمال ظل وراح يظل يذكر بعد مئات السنين. الناس اللي من جيل أبهاتنا كلهم ماتوا، وما في ذلك أبهاتنا ما حد يذكرهم بشيء، يعني يسوي شيء معين، لكن من هذا الجيل حتما لك واحد يذكر في مكان آخر من غير العراق، لأن ما مرت بالعراق فرصت أن يذكرون رجال على نطاق واسع في السابق، لكن جاء الوقت لأن سجل هذه المرحلة التاريخية مكان للرجال اللي يخدموها بطريقة غير اعتيادية، وعلى أساس هذه المفاهيم نلتقي بكم، نلتقي بالرجال اللي يشاركون مع كل رفاقهم بالسلاح بمجد واحد هو الدفاع عن شرف العراق وسيادته وعن كرامة الأمة وحقوقها، ولكن من موقع متميز للناس اللي قاموا بفعالية من 9 إلى 17 طلعة، مو إلى 17 طلعة، فهم بيكم أنا طلع على الجدول والعميد والعقيد، مو ممكن عميد عقيد لحد عقيد، فحتى سألت له أحمد قلت له عميد، قال لي عقيد. هذه الصورة هي هذه اللي هي هاي اللي نعشقها للقوة الجوية العراقية ولكل
كل الفرسان اللي يدافعون عن شرف أمتهم ومصالح بلادهم وكرامتهم والذين يحققون التاريخ بطريق جديد يقولون له اكتب حالة جديدة وموضوع جديد عن العراق. كافي كافي وضع استمر 800 سنة مثل ما رفاق لكم كتبون أيضا نفس التاريخ في جبهات القتال من صنوف أخرى ومن مواقع أخرى. ولكننا نعرف أن الطيار يقاتل بمفرده وفي كل قوانين الحياة هناك فرق بين من يقاتل بمفرده وبين من يقاتل مع جمع من الرجال. فهي هذه الفروسية بأرقى صورها هي فروسية أجدادكم العراقيين لتقرون تاريخهم. وهي هذه الصورة اللي يتأملها الطفل اللي يغني لكم بالتلفزيون والشاعر اللي ينشدكم وينشد المرحلة كلها واللي بدونكم بدون غيركم رفاقكم بالسلاح ما كان ممكن أن تمتلئ بالعز والمجد. واللي نتمنى من الله يكمل عليكم يخليكم مرفوعي الرأس لأنكم أصحاب حق تجنبتم الشر بكل وسائل ولم يكن بالإمكان إلا مواجهتي. ومن العار قد ما تقول الأم هكذا أن نواجهه باقتدار لأننا ما خلقنا إلا أن نكون ضد الباطل. نعتبر القيم الاعتبارية هي الأساس في أي بناء نبنيه. والعراق رغم كل ظروف الانسحاب كان دائما مسألة الكرامة هي المرتبة الأولى في سلم الأسبقيات. فباسم قيادة الدولة وقيادة الحزب وقيادة القوات المسلحة أشكركم مع بالغ الاعتزاز بكل المعاني العميقة في النفس والفخر العالي بجهودكم العظيمة وبتضحياتكم الحذة على طريق المبادئ السامية لكم. وثقوا انكم متميزون عن الاخرين بفهم الله وفهم حقوق الله وفهم رسالته في الارض وفيما بين الارض والسماء. وهؤلاء المحملين بكل معنى الرذيلة إلا ما يظهرون من عمان ولا لا يفهمون الله ولا يفهمون أي معنى من معاني رسالة السماوية. فإن الذي لا يحترم العرب لا يحترم الله ولا يؤمن به. هذه مسألة عادت ضمن أحكام العقيدة ليس حالة نخلقها وإنما حالة نعرفها لأنها موجودة في كل سلسلة الديانات قبل الإسلام ومركزة في الإسلام. لماذا لم يختر الله نبيا في بلاد فارس؟ ولماذا لم يأتي برسول في أمريكا وفي الهند في الصين
لماذا هذا الإصرار المتعمد بأن يكون كل الأنبياء والرسل في الكتب السماوية في الوطن العربي بين أبناء؟ هذا الروح بعون الله تنتصر. وبمعاكستها يندحر الآخرين. ورغم كل الفعاليات العسكرية الناجحة حاولنا باستمرار أن لا نذلهم، لأنه ليس من عادتنا أن نتكبر. كل مرحلة نحاول أن ننطيهم ما ينقذ ماء الوجه فيصرون إلا أن يكونوا متكبرين كما كان رسلهم من قبل. أوصينا قائد القوى الجوية أنه أنتم ما تطيرون، مو لأنه نخشى عوارض الحياة، نحن نؤمن كما قلت أنه في كل الأحوال كل يوم النتيجة راح نسجل في ذمته الحياة الأخرى، ولكن حتى تكون فرصة أيضا لإخوانكم الآخرين إذا تبريك من الشر. شو كنت ما وصلوا إلى 9 طلعات وراها عود نرد نكرر على أيهم أقل. بس نعمل أنه كل ما أدكم من خبرة سواء قبل المعارك أو بعد المعارك تحطوها في خدمة إخوانكم. تكون الفعاليات محل دراسة مستمرة بينكم، لا تنتظرون تنتهي الحرب لكي تدرسون الظواهر، تنطوها تحليلاتها ومعالجاتها، والمشاكل تنطوها تحليلاتها ومعالجاتها، لأنه من الأولى كل ما تبرز عندكم حالة ببعد جماعي وفق التهديدات الموضوعة فيه. أمر القاعدة مع ضباط الرئيسيين، أمر السرب مع ضباطه، أمر الجناح مع عدد من ضباط الجناح، يدرسون كل واحد لكي تكون فعالياته ماذا؟ خسارته أقل وخسائر العدو مثل ما نفعل في القيادة العامة. احنا انتهجنا منهج من اليوم الأول، اليوم الأول ما ظهرت بإمكانية دراسة أي ظاهرة، من أظن اليوم الثاني أو الثالث بدأنا أي ظاهرة نشوف بها خلل ما نتركها إلى أن تنتهي الحرب ثم حتى نأخذ منها دروس فورا، تبعد نحللها نلقى لها حل ثم نمشي. كانت في القوات الجوية وكانت في القوات في القوى البحرية وكانت في القوات الأرضية. فهمت أيضا من خلال العمل الجماعي تبرز كثير من الأمور، التفاعل بالآراء والمناقشة. التقينا حتى بعدد من منكم، أمر القواعد عدد منهم وعدد من أمر القواعد وعدد من قيادة القوى الجوية وهيئة أركان.
لازم يفهم كل جندي وكل ضابط في القوة الجوية مثل ما في السموم في الأسلحة الأخرى، وشرفه مرتبط بسلاح. عندما يهتز دور سلاحه يهتز بقدر أو بآخر شرف المرتبط بشرف الوطن وشرف الشعب وشرف الأمة. لذلك تكون مرفوع للرأس. وهنالك فرق بين من يطأطأ رأسه وبين من يكون رأسه مرفوع. ولا نستطيع أن نتمنى للعراقيين كلهم، بل لا نستطيع أن نرى أي صورة غير أن يكونوا مرفوع الرأس، لأنه هذا استحقاق. هذا استحقاقهم هم جديرين بي أن يكون رأسا مرفوع. إن شاء الله مثل ما ساهمتم سيكون دوركم كذلك في المستقبل، سواء في التدريب أو في فعاليات القتال عندما تقتضي الضرورة. دور أساس بهذا الاتجاه. أرجو أن تنقلوا تحياتي وتحيات إخواننا في القيادة، في قيادة الدولة العليا، في قيادة الحزب العليا، في القيادة العامة للقوات المسلحة، إلى إخوانكم ضباط وأمارات. بلغوهم اعتزازنا العظيم بجهود. أتمنى لكم التوفيق في كل حياتكم. Thank you.
الموضوع من نفس النص بالنص. لازم أتابع على عبد العطيل شو بتساوي شنو بعد كل جملة. Then it.